على يقين أن إرادة عليا أقوى من إرادة هذا المجلس، هي الدافعة نحو التأجيل الذي قد يصبح مؤثراً على نتيجة التصويت عند ختام الدستور. أبقي على الأقل بمرارة حقيقة للرأي العام وللشعب التونسي الحكم حقيقة الحكم على ما يشاهدونه صلب هذه المبادرات، وعلى ما يشاهدونه من إرادة في الحقيقة أخشى أن تسلبنا ثرواتنا. شنو هي الحكاية هذه نتاع اللوبيات نجمو نقول؟ لا ما ثم حتى لوبي. هو أنت تعرف أنه أنا نحترم أنه كل زملائي، كل حد عنده شغل شاغل، كل حد عنده هم، معناتها مثلا هذاك يفكر في الموارد تونس، هذاك يفكر في البيئة، هذاك يفكر في المعاقين، هذاك يفكر في السكن، كل حد يرى أنه مقترحه هو أهم مقترح في الدستور، لكن لا وجود لضغط. رأوا زملائنا كلهم تقريبا يقولوا كاكا لأنه هو السيد رئيس الطاقة، خاطر فهم مشروع قانوني يتعلق ببريتش غاز، وما تم ملاحظته أنه فما وفد من عند بريتش غاز جاء قبل سيد رئيس المجلس يعني عند بعض الأسابيع، ويعني هذا ما يخلي شك أنه فما لوبيين من الشركة البترولية. يشك، ولكن فما فرق ما بين كيفاش نخدم قانون وكيفاش نخدموا نص دستوري. القانون نخدموه وإحنا نفكروا في اللحظة في الآن، في معناتها متطلبات الشعب، معناتها في متطلبات التنمية. الدستور ما تعرف نعمله للمستقبل، ولازمنا نبعده شوية عن اللحظة الآنية. فمش أول مرة يزورونا معناتها وفود كاكا للقوانين ورجال أعمال واحد، لأنه كيف اللجنة تقنن وتشرع لازمها تسمع للجهات الكل، اما ما ثماش اوامر مطاعه. قاعدين نشوفوا باللي ثم طرف في المجلس الوطني التاسيسي يحب يتخلى على نشر الوثائق هذه، واحنا ضد هذا لانه ضد مبدا الشفافيه. الفصل هو ما ينسب لهذا الفصل هو جيد، يعني للعموم او خاصه بالنسبه للمجلس ان يعلم بكل هذه العقود وكل هذه الثروات، لكن تنقصه حاجه هي انه يجب نشرها، لان العموم يجب ان يكون على معرفه جيده بثرواته الطبيعيه. وراه كل ما صار في الاعوام الاخيره او العشرات الاعوام الاخيره لم يقع نشر معناها معلومات على هذه الثروات، وقع نسفها وقع نهبها وقعت سرقتها، واحنا نحب في المستقبل تكون هذه الثروات معروفة، كل ما نتعلم ونعرف حاجة تكون يعني على ذمة الجميع. والقانون اللي باش يصوت عليه المجلس تقريبا بعد شهر آخر سيكرس المعرفة والنفاذ إلى المعلومة، منها المعلومات حول الثروات الطبيعية. المسألة هذه يعني بقات يعني مسألة هلامية، مسألة السيادة هذه يعني نحكيو عليها كيكة، أما وقت نجيو للرسمي وقت نجيو باش نحكيو على ثرواتنا الطبيعية، شنو عنا شنو ما عناش، كيفاش نجمو نراقبوها، كيفاش نجمو نعرفوها، شكون عنده الحق يراقبها، شكون ما عندوش الحق يراقبها. ديما نلقاو مماطلة من الناس اللي ترى روحها غدوة في السلطة، لأنه يعرفوا أنه السلطة هذه بالنسبة ليهم أو يتوهموا أن السلطة ما يخذوهاش عند الشعب، لكن يخذوها من عند الأجنبي وعند الغرب وعند الشركات هذه أو لوبيات المصالح. الفصل هو فصل جيد، لكن للأسف يعني تم اقتطاع يعني كلمتين منه، أنه يعني بعد المصادقة يجب أن تنشر هذه العقود وهذه المعاهدات باش الشعب يطلع، لأنه هذه الثروات في الأخر هي ثروات ملك الشعب مش ملك اللي يحكم في الشعب. علاش تم حذف عبارة فما تنشر من النص في الصيغة التوافقية نتاع؟ والله فما ناس يبدو انهم همش راضيين عن هذا، معناتها على النشر. انا شخصيا على الاقل معناتها من موقعي راى انه من المفروض ان تكون فيه شفافية مطلقة للشعب، خاصة ان هذه انا معناتها في كثير من المداخلات حتى في داخل الجلسة، لو ناخذ مثلا مجال من المجالات اللي انا ممكن نعرف اكثر من غيره اللي هو مجال الطاقة، أنا أقول أنه معناتها مجال الطاقة هو مجال أمن قومي، يعني معناتها ما يهمش حكومة ولا يهم فهمت مجموعة من الناس، هذا يهم الشعب كله. وبالتالي أنه الشعب يعرف معناتها شنو اللي قاعدة
أجهزة الدولة تعمل فيه هذا من حقهم ومن حقهم اللي الموافقة تتم بقانون والقانون ينشر وجوبا. مسألة نشر الاتفاقيات هذا قرار الأصل فيه، أنا من واحد الناس من أنصاري أن كل الاتفاقيات تنشر، ولكن في المشروع هذا في النهاية المجلس هو اللي قرر المشروع يخلي أنه الإذن بنشر الاتفاقية تأخذه رئيس الجمهورية عندما يصادق عندما يختم مشروع القانون. الأولى هو أن تنشر أحيانا مسألة تقديرية تنشر كلها تنشر ما أجزى منها، لكن الأسلم للشفافية وهذه مسؤولية واللي يتحملها رئيس الجمهورية، الأسلم للشفافية أنه الاتفاقية في حد ذاتها يتم نشرها، ولكن عملية الرقابة في المجلس وهذه سيتحملها المجلس الذي سيأتي، عملية الرقابة في المجلس تكون رقابة على الاتفاقية، ثم عندنا رقابة المحكمة الدستورية على الاتفاقية، لأنه في الفصل 117 عندما تحدثنا عن المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية عندما تراقب مشروع القانون تاع الموافقة تراقب بالمناسبة الاتفاقية في حد ذاتها. فأعتقد هذه بإذن الله ضمانات لعدم التفريط في ثرواتنا إن شاء الله. إذن الآن الصوت على إضافة هذا الفصل. تم المساعدة على الفصل بنيوتن أنا نتحدث معاه سبعة مفردين وواحد فرد. ظل اختينا خطوة كبيرة ياسر في أول ما بديت طرح القضية في داخل المجلس كان فما رفض من تقريب أكثر من أغلبية مع الرافضين، وبشوي بشوي وصلنا للوفاق كما حالة ضحينا بقضية النشرة على ما فماش إمكانية النشر، لكن الخطوة الكبيرة عملناها من بعد هي القوانين نجم نطلب النشر والأشياء العادية نجم نطور الأمور من بعد في مع اللجنة نشوف كيش باش نتعامل مع الموضوع هذا وكيفاش مع اللجنة نجم نطور الأمور من بعد، والمجلس من بعد يجب يقدم مشروع قانون مثلا في قضية النشر وفي الشفافية وعلي يظل اليوم يسمنا نتخطاه الخطوات هذه على ما عاش عنا 50 حل، ومش معقول كونه يقع راهن البلاد بمجموعة من الأشخاص اللي هما ما يفكروا كان في مصالحهم مصالحهم ومصالح المؤسسات والشركات خاصة معناتها الانترناسيونال هذوما اللي يدافعوا عليها واللي يخدموا فيها وما يخموش في مصلحة البلاد وسيادة العليل. أنا في اعتقادي خطوة مهمة لتأكيد سيادة الشعب على الثروات وفي تأكيد معنى ضرورة حماية الثروات، معناها من التعامل المعتم واللي هو معناها مش واضح هذا يكرس حتى وين مش كليا يكرس جزئيا الشفافية ويحمي ثروات البلاد، وهي معنى السيادة لو معنى السيادة الوطنية جزء منها جزء معتبر منها سيادة الشعب على مجال الحيوي على المقدرات على الثروات اللي عندها فيها حق كشعب واللي الأجيال القادمة عندها فيها حق، مش لا معنى مش ممكن نتركوها، معنى نهب للتلاعب نهب للصفقات اللي تتم من وراء الأبواب المغلقة ونهدر الثروات هذه ونصادر حقوق الأجيال القادمة. هذا حلم من حلم النواب بتاع المجلس التأسيسي، لأن في الأول كان ترفض ولكن كرجع إلى الجلسة كنا معاه معناها الأنسة من الأول كان هذايا الفصل الإضافي هذايا صوت معناها سجلت معناها صححت باش يتعدى، لكن كما تعداش تأسفنا ياسر وحبينا يرجع حسب الفصل 93 وكان حول الحمد لله معناها تعدى هذا الفصل، لأن الثروات الطبيعية اللي كان منحفظوش عليها لأن فما أيادي خارجية قاعد تستثمر في ثرواتنا. كنا نأمل يكون أفضل في الحقيقة، ولكن طبيعي في إطار ما تسمى بالتوافقات رغم عدم قناعتي بها برشا التجوا الأخوة لأنهم نقبلوا بالفصل كما هو بطريقة هذه. للأسف إرادة أقوى من إرادة مجلس نواب الشعب مارست الضغوطات على بعض من الكتل، حيث نعطيك نموذج أنا في أطوار العمل على لجنة التوافقات أحد النواب عن أحد الكتل الرافضة للفصل سابقا، يعني حتى الرافضة للفصل في أوله وهذا معلوم جدا، يرفض ويتقدم بمقترح حذف كلمة السيادة، وهذه تقصد حالة النهضة طبيعي جدا، هذا هي لأن هي الكتلة التي رفضت سابقا الفصل 91 صوت وأكثر من 70 صوت من حركة النهضة كانت بالرفض والتحفظ،
الرغبة ولا الدعوة لسحب واللي حدث كلمة السيادة، أنا إلى حد الآن وكل زملاء على الأقل اللي مقتنعين بهذا الفصل في حالة سيئة جدا، لأن إذا كانت تكون تم السيادة على ثروتنا الطبيعية ما نصورش كيش نجم تكون معنى السيادة في هذا السور على الأقل. كما تعرف أنا مع تحديد الفصل هذا الثروات الطبيعية ومع تصويت المجلس الوطني التأسيسي ولا المجلس النواب على الاتفاقيات اللي تخص الثروات الطبيعية خاصة من حجم معين وصوت معه، لكن كنت نفضل كون الفصل هذا العقود الاتفاقيات يصوت عليها، لكن العقود ما لازمهاش تعرض على اللجنة ككل، لأنه في العقود فما بالنسبة للشركات اللي مش تجي فما حاجات خاصة بالشركات اللي ما تحب الشركات أخرى تعرفها، هذاك علاش في ان تيرم دو كونكورونس هما الفصل هذايا رغم اللي أنا صدقت عليه نعرف اللي مش يعطل شوية، وفما بروسيسوس ديدوكاسيون نتاع الشركات الأجنبية باش تدخل تونس، لأنه الشركات وأنا نعرف طبعا في البترول شركات ما تحبش العقود نتاعها تكون بوبليك، ما تحبهاش تكون موجودة على الانترنت، خاطر هذاك من الكونكورونس ايكونوميك تنقص من الكونكورونس نتاعها، هذاك علاش الاتفاقات به كنا نجم نقف حد الاتفاقات، بينما العقود تتعدى على اللجنة أعتقد كونه هذايا من الباب المزايدة.